المشاركون الكرام، حان الآن لإعطاء الكلمة إلى المتحدثين الكرام ممن سيسلطون الضوء على بعض النقاط ويتشاطرون الرؤى حول قضية التكيف في أفريقيا. أولا معنا وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، الكلمة لك معالي الوزيرة. شكرا. شكرا معالي السفير السيد وائل، السيد الرئيس. بداية في مستهل حديثي أود أن أعرب عن شكري وتقديري إلى الولايات المتحدة على مساعدتها في قضية التكيف وعلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية. الأرقام مفزعة، الكثير من الملايين من الأفارقة يعانون من الفيضانات والجفاف، ولا تتلقى القارة إلا 3%، ولك أن تشاهد ما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء. بعد لائحة قواعد اتفاق باريس نأتي إلى هنا وننادي بالتنفيذ. إذن التكيف لا يشكل أولوية فحسب، بل أمر حتمي وضروري، وعلى التمويل أن يخصص إلى أفريقيا في هذا المضمار. ولكن علينا أيضا أن نتحلى بالابتكار والواقعية، وأن نتكيف بشكل فاعل وفعال وسريع، وأن نضع الاحتياجات البشرية في قلب وصميم العمل المناخي. 3 رسائل أساسية. أولا، هذه الدورة ورئاسة هذه الدورة كانت حريصة على أن تتحلى قضية التكيف سلم الأولويات الخاصة بالمبادرات العالمية لحل هذه التحديات. أولا سنتحدث عن الزراعة غدا، وسنتحدث عن التغذية وتوفير الحياة الكريمة لأفريقيا لتتحلى بالصمود. أيضا على قدر أكبر من الأهمية، نولي الأهمية للمرأة الأفريقية لتتحلى بالصمود، فهي أكثر من يتضرر من قضية التغير المناخي، وسنتحدث في ذلك في يوم الجندر أو المنظور الجنساني. هناك بعض المبادرات لا يمولها البنوك، هذه قضية يجب أن نتصدى لها. نحن سنمضي في هذا المسار، ولكن فكرة بسيطة لا تتعلق بالتخفيف أو التكيف فحسب لأفريقيا، أو إما التكيف أو إما التخفيف. النموذج الذي تقدمه مصر هو مبادرات للطاقة ترتبط بشكل مباشر مع المياه والغذاء. علينا أن ننتقل من خلال هذا الرابط لتتوفر هذه الأساسيات والاحتياجات للأجيال المستقبلية في صميم هذه المناقشة. مثال مثلا على الأراضي الزراعية والري وحماية صغار المزارعين. ولكن بعد عام 2015 لدينا المسرعة AAI، فهي مسرعة وليست مبادرة لتنفيذ مشاريع التكيف، ولكن لتسريع الوصول إلى التمويل. نحن هنا في مؤتمر الأطراف 27، إن توفر لدينا التمويل ومع وجود هذه المسرعة وبوجود الأفكار، سنؤطر هيكل التمويل من أجل التكيف من خلال هذا النموذج الخاص بأفريقيا معا من أجل التنفيذ. شكرا لكم.